بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه سامحوني لو قلت اي حاجه في الفيديو ما عجبتكمش، بس انا راجل مشجع كره قدم. مشجع كره القدم لما بيلاقي فرقه بتستفزه كده انك لازم تشجعني جوه المباراه بيروح يعمل كده، ما بيركزش بقى في تكتيك ولا بيركز بقى الفرقه بتلعب ازاي، ما بيركزش في اي حاجه غير ان انا عايز الفرقه دي تطلع كسبانه. المنتخب التونسي النهارده اجبرني على الحته دي من البدايه. مين قال ان انت لازم تكون مرشح علشان خاطر تكسب المباراه؟ مين قال ان انت لازم يكون عندك اللعيبه الافضل عشان تكسب خصمك؟ مين اللي قال انك لازم يكون عندك مدير فني جامد جدا على الخط علشان تعرف تكسب؟ لازم يكون عندك روح وقلب و11 راجل في الملعب، 11 راجل في الملعب ناويين ان هم ما بيطلعوش خسرانين مهما حصل. المنتخب التونسي النهارده عمل كل ده جوه الملعب. نساك حته منزل الكبير، نساك حته مدير فني مش موجود، نساك المنتخب بيلعب 4 3 3 ولا بيعمل ايه، كل ده انت نسيته اول ما المنتخب التونسي ما نزل الملعب وانت شايف الروح والحماس موجوده عند اللعيبه بتاعته. منتصر الطلبي، بلال العيفه موجود هنا، دراجر موجود هنا، لعيب زي اسامه الحدادي، خط النص عيسى العيدوني، الياس صغيري، وانيس بن سليمان، وحمزه رفيعه، وسيف الدين الجزيري، ويوسف المساكني. يوسف المساكني اللي عمل النهارده مباراه عمره، يوسف المساكني اللي كل مباراه الواحد بيقول ان هو لعيب مزاجنجي بس لما بيكون في حالته بيكون مختلف تماما. لعيبه المنتخب التونسي قدروا ان هم يقفلوا الاطراف على المنتخب النيجيري، قدروا ان هم يحدوا من خطوره لعيب زي سايمون شيكوزي. اسامه الحدادي عمل عليه جيم مميز جدا، دراجر عمل جيم مميز جدا 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 على سايمون. المنتخب التونسي قدر ان هو يقفل مفاتيح. المنتخب النيجيري الشوط الاول لعب على مباراه طويله. المنتخب التونسي كان عنده احساس ان شاء الله باذن الله اعمل اللي عليا والنتيجه على ربنا، ان شاء الله باذن الله. طول ما انت بتعمل اللي عليك جوه الملعب، طول ما انت بتقاتل، طول ما انت ما بتستترش باي كوره، طول ما انت بتسمع، طول ما انت عندك اراده انك هتكسب، ربنا هيجيب لك المكسب. ليه؟ احنا اتعودنا على كده، الكوره علمتنا كده، اديها تديك. وفعلا اول ما الشوط الثاني ما بدا يوسف المساكني كره فرديه بيعدي وبيشوط، وسبحان الله الكره عملت سويرف كده وهي رايحه لحارس المرمى علشان الكره تعمل سويرف وتعمل باند وتيجي داخله الجون. هو ده اللي ربنا وعدنا بيه، اعمل اللي عليك وهتلاقي. المنتخب التونسي عمل اللي عليه وربنا كرمه ولاقى. المنتخب النيجيري الناحيه الثانيه عمل تغييرات، نزل فخر القاره اليكس ايوبي في دقيقتين راح مطرود. الحمد لله رب العالمين، توفيق من عند ربنا. التوفيق جالك ليه؟ عشان انت تستحقه. المنتخب التونسي يستحق التوفيق النهارده. المنتخب التونسي عمل مباراه مميزه جدا جدا، مش مباراه مميزه ان هو كان بيروح وبيضيع وبيعمل وبيسوي، لا، مباراه مميزه على قدر امكانياتي، على قدر العطاء اللي اللعيبه بتقدمه جوه الملعب. كل واحد كان بيقدم 200% من المجهود اللي عنده، علشان كده دي مباراه عظيمه جدا، مباراه ملحميه، مباراه ملحميه من تعليق المباراه لعصام الشوالي اللي بيجبرك برضو انك تشجع منتخب تونس من كتر الحماس ومن كتر ما انت حاسس ان الراجل ده ممكن يجرى له حاجه والمنتخب التونسي خسر. في حاجات بسيطة كده بتحسسك ان هو لازم المنتخب التونسي يطلع كسبان. الكرة بتاعت الدقيقة 92، الكرة اللي بشير بن سعيد طلع غلط واتلعبت من ورا بلال عيفة والراجل حطها، كلنا كنا قاعدين عاملين كده، بس اول ما طلعت الحمد لله. ليه؟ انت هتشجع المنتخب التونسي مش عشان احنا بقى عرب ولازم نقف مع بعض، عشان الفرقة دي اجبرتك النهاردة انك لازم تشجعها. انت لازم تشجع الفرقة دي، الفرقة دي عملت كل حاجة في عالم كرة القدم اللي احنا بنحبها. مباراة على قد ما تقدر عملتها، ما كنتش مرشح فيها، بالعكس كانوا جايين عايزين يكسبوك سكور، مش احنا يابا اللي بنتغلب سكور، مش المنتخبات العربيه بتطلع سكور من الدور الثاني، احنا بنيجي نحط على اي حد في القاره دي. القاره دي كلها عارفه المنتخبات العربيه لما بتكون مش مرشحه بتعمل ايه، بتروح تاخد البطوله دي وتظرف اي منتخب افريقي عامل نفسه كبير، بنيجي نحط عليه. منتخب نيجيريا كسب منتخب مصر وكسب منتخب السودان وجه يحط على المنتخب التونسي. منتخب تونس اللي كده كده موضوع اللي هو بيصعد التالت ده ما بيغركش، منتخب تونس بيطلع التالت بيحط على التخين، والنهارده حط على التخين. النهارده عمل مباراه جميله جدا على منتخب نيجيريا. تقنيات وكلام من ده ما بياكلش عيش، اهم حاجه انك يكون عندك 11 راجل في الملعب، 11 راجل في الملعب، والتوفيق ده هيجي لك من عند ربنا. توفيق جه للاعيب اللي يستحقه، جه للمنتخب اللي يستحقه. المنتخب التونسي يستحق توفيق ربنا، فتوفيق ربنا كان معاهم ونالوه. المنتخب التونسي على سوء الحظ اللي حصل لهم من اول البطوله ومن قبل البطوله، ربنا رضاهم بماتش زي النهارده، وان شاء الله ربنا يرضيهم بماتش تاني زي ماتش بوركينا فاسو الدور القادم. منتخب تونس عمل ماتش النهارده، احترامك لازم يروح للفرقه دي. وما تقوليش المدرب مساعد كان بيدير المباراه ومش منزل، مش حاجه اسمها مدرب مساعد بيدير المباراه. حاجه اقولها لك، مهما كان منزل اجباري مش موجود، في اتصالات موجوده في الجهاز الفني، منزل اجباري هو قائد الجهاز الفني. دي حاجه بس عايز اقولها لك. فلما المنتخب التونسي يكسب ادي شابوه لل11 لاعب اللي كانوا موجودين جوه الملعب، وشابوه كمان للعيبه اللي نزلوا تغييرات، سواء بقى بالخزري اللي راجع من الاصابه، او سواء كمان لعيب زي
زي اسماعيل، لا عمر رقيق نزل في النهايه، ونعيم السليطي برضه نزل وعمل اداء مميز جدا جدا، وعصام اشبالي اللي نزل كان بيتنطط على الكوره، بس كل ده كان مطلوب. المنتخب التونسي عمل مباراه اجبرني فيها ان انا اقعد اشجع المنتخب التونسي، ودي حاجه انا ما عملتهاش من فتره طويله جدا، ان انا اقعد اشجع فرقه واتحمس معاها لدرجه ان انا بحس ان الفرقه دي لو خسرت اليوم هيبقى رخم جدا بالنسبه لي. الف مبروك للاشقاء في تونس، دايما اعتبرنا ان احنا وانتوا واحد، بما ان احنا عندنا لعيبه كتير قوي توانسه بيلعبوا في الدوري المصري، احنا دايما بنحس ان المنتخب التونسي ده زيه زي منتخب مصر. ان شاء الله باذن الله لعيبه منتخب مصر يكونوا اتفرجوا على الماتش ده ويكونوا بيحاولوا يقلدوا المنتخب التونسي الماتش الجاي قدام كوت ديفوار، وان شاء الله باذن الله زي ما كانت تونس مش مرشحه النهارده ان هي تكسب نيجيريا، ان شاء الله باذن الله المنتخب المصري يقدر ان هو يكسب منتخب كوت ديفوار. شكرا لاخواننا التوانسه اللي فكرونا ان كره القدم ما فيهاش مستحيل، شكرا ليكم بجد جدا والله، الف 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 مبروك على الفوز النهارده، تستحقوه عن جداره واستحقاق. شكرا يوسف المساكني على الفرحه الجميله اللي انت هديتها لنا دي.